هل يمكن للسباع أن تكلم الإنسان كما أنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يمكن للبشر أن يتكلموا مع جمادات لا تعقل؟ بل هل يمكن أن يتكلم الإنسان مع حذائه مثلا؟ اليوم سنعيش مع حديث النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حول كلام البشر مع الجمادات ومع الحيوانات، ولماذا ربطه باقتراب الساعة، وعلاقة ذلك بما يسمى الذكاء الاصطناعي. حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا بالكثير والكثير والكثير من الأشياء التي نراها تتحقق اليوم، مثل كثرة الكذب، مثل عقوق الأبوين، مثل كثرة أولاد الزنا، مثل كثرة القتل، وأحاديث كثيرة جدا نراها اليوم تتحقق، ومنها أيضا انتشار الإسلام وبلوغه كل بيت. اليوم سأتحدث معكم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ربط بين اقتراب الساعة وبين أشياء غريبة تحدث. اليوم هناك برنامج للذكاء الصناعي AI يجعلك تتحدث مع شيء يعني عبارة عن جماد، نظنه يعني شيء لا يعقل. هو فعلا الموبايل يتألف من ماذا اليوم؟ عبارة عن مجموعة من الترانزستورات مثلا والأشياء الكهربائية، بالإضافة إلى قطعة زجاج ومكونات بلاستيكية وبطارية، وكلها أشياء غير عاقلة. طيب اليوم نحن نرى على الإنترنت أناس كثيرون يتحدث مع جهاز الموبايل، تسأله ويجيبك، تطلب منه أي شيء ويخبرك، وكأنه بشر. حتى إن هناك أناس أدمنوا على الحديث مع الذكاء الصناعي، تجده يجلس ساعات طويلة يتحدث مع البرنامج الذي هو بالنتيجة شيء غير عاقل. كيف تطور العلم إلى هذه الدرجة العظيمة حتى أصبحنا نتحدث مع أشياء غير عاقلة، ليس فيها روح، ليس فيها حياة، ونتعامل معها وكأن فيها روح حقيقة؟ يعني الحيوانات اليوم أيها الأحبة، هناك عدد من العلماء يحاولون أن يفهموا لغة الحيوانات باستخدام الذكاء الصناعي. فمثلا هناك دراسة نشرت عن الفيلة، وأن الفيلة تبين باستخدام الذكاء الصناعي أنها تطلق أسماء على أبنائها. هذا البحث لأول مرة يعني نعرفه. كذلك هناك لغات خاصة عند الطيور تتعامل بها، هناك دردشات خاصة عند النمل، وهناك برامج حقيقة تحلل كلام القطط أو بعض الوحوش مثلا، تحاول أن تتعامل مع هذه الكائنات وتحلل هذه الأصوات. في المستقبل قد يبتكر الإنسان جهاز يستطيع أن يترجم كلامه، يعني يقوم بالعمل العكسي. الآن يستطيعون أن يأخذوا كلام هذا الحيوان أو ما يطلقه من ترددات صوتية، يقوم هذا الجهاز بتسجيلها باستخدام الذكاء الصناعي، يترجمون لك ماذا يقول. يعني مثلا قط جائع، يترجمون لك هذا إلى لغتك. فقد يتمكن الباحثون من القيام بالعملية العكسية، يعني أنت تقول كلام فيترجم إلى لغة هذا القط أو هذا الطير أو هذا الأسد أو النمر أو أي نوع من أنواع السباع مثلا، وبالتالي يتحقق ما أنبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم. دعوني أستمع معكم للحديث الشريف، ثم نحاول أن نفهم هذا الحديث الشريف بناء على الابتكارات العلمية اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم، يقول: والذي نفسي بيده. إذن هنا القضية خطيرة. إذن أخي الحبيب، عندما النبي ليس بحاجة أن يقسم أولا، ولكن عندما تسمع قسم النبي يجب أن تنتبه وأن تدرك أن القضية جادة وأن هذا الأمر لابد أن يتحقق.
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره بما أحدث أهله بعده. دعونا نحلل هذا الحديث فقرة فقرة. اليوم النبي عليه الصلاة والسلام يقسم، يقول: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم الرجل عذبة صوته. ما هي عذبة الصوت؟ الصوت هو عبارة عن أداة مثلا كان يمسك بها الإنسان. في الجاهلية كان كل واحد معه ما يشبه العصا أو الصوت، يستعين بها على قضاء حوائجه. يعني سيدنا موسى عليه السلام قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام أشار إلى الأداة التي يمسكها الإنسان باستمرار. طيب اليوم ماذا يمسك؟ قديما كان يمسك العصا أو الصوت. اليوم ماذا يمسك الإنسان؟ لو نظرت في الشارع معظم الناس يمسك بيده الموبايل، حتى تجد يعني في كل المناسبات تجده يمسك هذا الموبايل بيده لا يستغني عنه. فأصبح هذا الجهاز مثل الأداة التي كان يمسكها الإنسان قديما، مثل العصا أو الصوت أو غير ذلك. فهنا أراد النبي أن يقول لك إن الشيء الذي تمسكه باستمرار ستتكلم معه ويتكلم معك. اليوم برنامج الذكاء الصناعي الذي هو كما قلت لكم مثلا تشات جي بي تي، فيه ميزة أنك تخاطبه بلغتك ولهجتك وتطلب منه أشياء ويجيبك. تطلب منه أن يحكي لك قصة مثلا قبل النوم، تطلب منه أن يعطيك معلومات معينة، علاج معين، وتتخاطب معه ويأخذ ويعطي وكأنه إنسان. طيب هذا الأمر اليوم نحن نراه بأعيننا. قبل، لا أريد أن أقول 1400 سنة، قبل 50 سنة هذا الأمر كان مستحيل، هذا الأمر كان مستحيلا. اليوم أصبح هذا الأمر شيء واقع نراه بأعيننا، أن الرجل يكلم عذبة صوته أو يكلم ما يحمله بيده أو ما تعود على حمله باستمرار. طيب كيف يمكن للإنسان أن يكلم حذاءه؟ الحقيقة أيها الأحبة، هناك اختراع اسمه الحذاء الذكي. هذا الحذاء مربوط مع الأقمار الاصطناعية، سبحان الله، فيه شريحة. هذا الحذاء يقوم بالبث عبر الإنترنت، ولديك سماعات بلوتوث يخبرك على الطريق مثلا، يدلك على الطريق الصحيح بالنسبة لمن لا يبصر مثلا، أو بالنسبة يعني بدلا من أن تستخدم الجي بي اس للتوجه، خلال السماعات أنت تكلم حذائك. هذا يسمى الحذاء الذكي، تحدثنا عنه مؤخرا. فأصبح الإنسان يكلم شراك نعله، يعني أصبح شيء عادي جدا اليوم، وتخبره بما أحدث أهله من بعده. اليوم هناك كاميرات يستطيع الإنسان أن يضعها مثلا في بيته مثلا، ويرى مباشرة ماذا أحدث أهله، ماذا أحدثوا، ماذا فعلوا، من دخل إلى البيت، من خرج، من تكلم بالصوت والصورة، سبحان الله. فلذلك هذه الاختراعات اليوم أصبحت جزء من حياتنا اليومية. من 1400 سنة كان هذا الأمر مستحيل، حتى يعني أكبر كتاب الخيال العلمي قبل 1000 سنة لا يستطيع أن يتخيل هذا الأمر. النبي أنبأنا به. الكلام مع الحيوانات قلت لكم باستخدام الذكاء الصناعي يمكن لأي إنسان إذا فكر أن يضع برنامج لكي تخاطب به الحيوانات، هذا الأمر ممكن اليوم وبسهولة أيضا. فإذا هنا أنا أريد أن يعني أصل معكم إلى النتيجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن علامات إذا رأيناها نعلم أن الساعة أصبحت قريبة، فعليك أن تعود إلى الله أيها الإنسان. الشيء الثاني، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور؟
كلام الإنسان مع الحيوان أو مع الجمادات أو مع نعله مثلا، من أخبره به؟ كيف تنبأ به صلى الله عليه وسلم؟ معنى ذلك أن الله هو الذي علمه، وأن الله عز وجل هو الذي أوحى له بهذا العلم ليخبرنا به، واليوم نراه يتحقق كدليل على صدقه عليه الصلاة والسلام، ليقول لأولئك الذين ينكرون سنته، ينكرون أحاديثه: لا تنكروا هذه الأحاديث، فهذا دليل مادي ملموس على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. والقضية الثالثة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يحدثنا عن أشياء تحدث اليوم، هذا يجعلنا قريبين من هذا النبي، كأنه يعيش معنا صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل عندما يخاطبك أيها الإنسان ويقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالنبي يدعوني ويدعوك أخي الحبيب من خلال آلاف الأحاديث التي تنظم حياتنا، أحاديث تبشرنا بالخير، تعيننا على البلاء، تعلمنا أو تعطينا كنوزا، يعني من خلالها نصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، من خلال هذا الحديث الشريف نستطيع أن ندرك أن هذا النبي لا ينطق عن الهوى، وأنه عندما أخبرنا عن اقتراب الساعة، وأن هذه الأمور عندما تتحقق إنما هي من علامات الساعة، فهذا نذير من النبي عليه الصلاة والسلام أو إنذار يدلنا على الخير، وينبهنا لضرورة أن نعود إلى الله عز وجل، لأن الساعة أصبحت قريبة. ولا تدري، لا تأتيكم إلا بغتة، فالساعة لا تأتي إلا بغتة. لذلك نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا توبة صادقة قبل الموت وعند لقائه عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.